ونصوره القضيه. نريد من اخواننا العرب ان يتقدموا بشكل رسمي، والاردن الان هي اللي ماشيه في هذا الاطار باستطاعتها ان توظف 3 محامين فقط لرفع هذه القضيه الى داخل المحكمه الجنائيه الدوليه. ترسات الثوره اطرب ابصار الحويزه وضحايا اهل المحمره. ايران برا برا سوريا تبقى حره. ايران برا برا سوريا تبقى حره. ايران برا برا اليمن يبقى حره. ايران برا برا اليمن تبقى حره. تجمعنا لكي نرفع وثيقة وأيضا وثائق وبراهين على جرائم الحرب التي تقوم فيها إيران تجاه الشعب الأحوازي الأعزل. أتكلم بحرارة الأحواز وأتكلم بحرارة أرضي في فلسطين المحتلة، وأقول لكم بأن أرض فلسطين هي جزء لا يتجزأ في الدستور الأردني من الأرض الأردنية. أنا أتحدث ولقضية أمام هذه المحكمة، لكنني في هذه المناسبة لا أتحدث عن تلك القضية، أتحدث فقط عن قضية الأحواز، هذه القضية المنسية. يا رجال الثورية